السلام عليكم. في حلقة اليوم مشاهدين الكرام نعيش مع بعض آيات الله البينات وجانب من حكمة الله في خلقها، وهي الليل والنهار والفصول الأربعة اللي من الله بها على خلقه أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تدور الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق في أثناء دورانها حول الشمس، فيتعاقب الليل والنهار على أرضنا، ويحدث النهار على سطح الأرض المقابل للشمس في أثناء دوران الأرض حول نفسها، خلافا للسطح الآخر المحجوب عن أشعة الشمس واللي يغطيه الليل في تلك الساعات. ويوم تشرق الشمس على نص الكرة الأرضية تدريجيا ليبدأ النهار، وتغرب عن النص المقابل تدريجيا أيضا ليبدأ الليل، ويستمر حتى يبدأ مقابلة الشمس مرة ثانية. وهذا شأن الأرض كل يوم منذ أن خلقها الله، وبتبقى كذلك لما يأذن الله عز وجل بشروقها من مغربها، وذلك هي من علامات الساعة الكبرى. وهذا من حكمة الله ولطفه بخلقه، ولو وقفت الأرض عن الدوران لبقت نصين ثابتين، الأول معتم على مدار السنة والآخر منار على مدار السنة، ولأصبح الجزء المظلم متجمد لغيابه عن الشمس، والجزء المنار حار لا يصلح للعيش فيه بسبب الشمس المستمرة. ونحن نعرف أن أطول أوقات النهار والليل يكون عند قطبي الكرة الأرضية، فالنهار يكون في مناطق الأرض الشمالية أطول بكثير من المناطق حول خط الاستواء ومناطق الأرض الجنوبية، والنهار يستغرق قرابة 6 أشهر في القطب الشمالي، أما في القطب الجنوبي في الوقت ذاته فيستغرق الليل فيه 6 أشهر، ثم يتعاقب الليل والنهار على القطبين مرة ثانية. تعرفون أن الأرض تحتاج عشان تكمل دورتها حول محورها 23 ساعة و56 دقيقة و49 ثانية؟ يحسبها الفلكيون 24 ساعة، وهي مقسمة بين الليل والنهار، لكن مو بالتساوي على مدار السنة، وهذا حسب فصول السنة الأربعة. يعني في الصيف يكون النهار والليل قصير، أما في الشتاء فيكون النهار قصير والليل طويل، وسبب ذلك ميلان محور الأرض بمقدار 23.5 درجة، وهو ما يؤثر في وصول أشعة الشمس إلى الأرض زيادة أو نقصان، ولذلك يتعدد شروق الشمس من أماكن مختلفة، كما يتعدد غروبها في أماكن مختلفة أيضاً، فيصبح للشمس مشارق ومغارب مختلفة كل يوم وفي تعاقب مستمر وعلى مدار السنة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن مشرقين للشمس ومغربين، يقول الله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. ثم أعلمنا الله عز وجل بأن للشمس مشارق ومغارب أخرى كثيرة، دليل على وحدانيته وبديع صنعه، قال تعالى: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. بل أقسم الله بهما وقرنهما باسمه جل وعلا في سورة المعارج، دليل على قدرته وعظمة خلقه، وقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. الشمس هي مصدر الحرارة الرئيسي على كوكب الأرض، وهي بقدرة الله ومشيئته تتحكم بحرارة الأرض طوال السنة، فهي تنير سطح الأرض وتسخنه ببعض أشعتها نهاراً، وبعد غياب أشعة الشمس يحل الليل ليبرد سطح الأرض بفضل الهواء اللي يمتص حرارة القشرة الأرضية اللي ولدتها أشعة الشمس نهاراً، وهذا ما يجعل كوكبنا معتدل الحرارة والبرودة، فلا تطغى واحدة منها على الأخرى. فسبحان الله القائل في محكم آياته: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. من نعم الله على عباده خلق الليل والنهار، فالله الحكيم العليم خلق النهار ليعين الإنسان وسائر خلقه على كسب قوتهم وقضاء حوائجهم، فخص الله آية النهار بالعمل وطلب الرزق، وخص آية الليل وفيها القمر المضيء للراحة والسكن والنوم، فقال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
الليل والنهار آيتين من آيات الله العظيمة تنتجان من دوران الأرض حول نفسها بأمر ربها، وهما من أسرار حياة كل الكائنات الحية من بشر وحيوانات ونباتات وحتى الجماد، ومن دونهما تستحيل الحياة على الأرض إلا بإذن الله. وفضلاً عن النهار والليل، يؤدي دوران الأرض إلى إثارة الرياح على سطح الأرض بسبب اختلاف الضغط الجوي أساساً. النهار والليل نعمتان عظيمتان لصحة الإنسان وكل الكائنات الحية، فالشمس رفيقة النهار لها منافع جليلة، إذ يقول الأطباء أن أشعة الشمس ضرورية لتكوين فيتامين د في الجسم، فهي تحفز إنتاجه وتصنيعه، وهو فيتامين مهم جدا لعدة عمليات حيوية في جسم الكائن الحي، ومنها حماية العظام والأسنان وتقويتها، مكافحة أنواع من الأورام الخبيثة، تعزيز مناعة الجسم والتخلص من الدهون الزائدة، وتخفيف الوزن، وتخفيف أعراض الربو، والوقاية من مرض السكري، والوقاية من مرض التصلب المتعدد، والوقاية من أمراض القلب، والوقاية من الاكتئاب. وأشعة الشمس تقتل بعض أنواع البكتيريا الضارة، وتفيد في علاج أمراض جلدية كثيرة مثل الالتهابات والأكزيما والصدفية وحب الشباب، وهي مفيدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وتعمل على تقليل الكوليسترول في الدم، وتساعد على وصول الأكسجين إلى الخلايا. وأشعة الشمس نافعة في الوقاية من الاكتئاب واضطراب المزاج وعلاجهما. أما النوم رفيق الليل، وهو من نعم الله تعالى على البشر والكائنات الحية كافة، فهي عملية حيوية مهمة لحفظ وظائف الجسم سليمة. ويؤكد الأطباء أن السهر يزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، إذ يؤثر النوم والسهر في الجهاز العصبي التلقائي، واللي يؤدي دور مهم في تنظيم ضغط الدم والتحكم به. ويربك السهر جهاز المناعة ويصيبه بحالة فوضى، وتقلل من قدرة الجسم على مكافحة الأمراض. والسهر يؤدي إلى إصابة العين بالإحمرار وظهور الهالات السوداء حول العين بسبب ضعف الدورة الدموية المغذية للعين وإرهاق العين بالسهر، فضلاً عن نقص المادة المرطبة للعين، حيث أن الطبقة المكونة للدموع في العين تحتاج إلى إغلاق العين وراحتها ساعات كافية عشان تقدر من إعادة ترطيب العين بالشكل السليم. ويزيد السهر من سرعة ظهور إعراض الشيخوخة على البشرة والجلد. ويقول الأطباء أن ضوء النهار وظلمة الليل يؤديان دوراً كبيراً في حياتنا اليومية، ويضبطان إيقاع ما تعرف بالساعة البيولوجية لتعمل تلقائياً انطلاقاً من حاجات الجسم. فسبحان الذي خلق الليل والنهار ليتم نعمه على خلقه، وصدق إذ قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. من يتابع شروق الشمس وغروبها يشعر بالفرق الزمني بينهما. هذا الأمر دفع الإنسان لاختراع الآلات المتنوعة لقياس الوقت. وفي البداية اخترعت المزاويل، ثم الساعات الرملية والمائية، وطورت هذه الاختراعات عبر الزمن، فصنع الإنسان الساعات التي تبين عقاربها الوقت، حتى دخلنا عصر التكنولوجيا المتقدمة، ومن ثمارها الساعات الرقمية التي تستخدم لقياس الزمن وحسابه بدقة عالية تصل إلى 1/1,000,000,000 من الثانية الواحدة. وبهذه الآلات والأدوات المتطورة قدر الإنسان معرفة التوقيت الزمني للنهار والليل في مناطق العالم كافة، وهذا بفضل الله على عباده. وصدق الله إذ يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. خلق الله عز وجل الكون، وخلق الأرض وبث فيها من كل دابة، وخلق الإنسان ليعمر الأرض وهيئ له كل أسباب الحياة، فأنعم عليه مما أنعم بالهواء والماء والضياء والغذاء، وحفظهم جميعا مما يضرهم، وجعل الليل والنهار والفصول الأربع المختلفة سبب لهذه النعم، ولعلم الله بما خلق وبما يفيد وبما يضرهم. خلق فصول السنة المختلفة اللي تحمل الخير للعباد، كل في مكانه وفي زمانه الذين أرادهم الله عز وجل. في الصيف تزداد حرارة سطح الأرض مقارنة بأيام السنة الأخرى، فتنضج الثمار وتنمو معظم أنواع الحيوانات اللي ولدت في فصل الربيع. وفي الخريف تقل حرارة سطح الأرض،
وتسقط أوراق الأشجار، ويستعد أكثر الحيوانات للاختباء مع اقتراب فصل الشتاء، وقد يهاجر بعضها إلى الأماكن الدافية. وفي آخر هذا الفصل يبدأ موسم الأمطار، فتقل حرارة الأرض والجو أكثر فأكثر. وفي فصل الشتاء، وهو فصل الأمطار والخيرات، ترتوي الأرض وتسقى الأشجار والنباتات، لتعود الحياة في فصل الربيع مع عودة الدفء، فتكتسي الأشجار بالأوراق وتزهر وينمو النبات، ويولد أكثر الكائنات الحية لتستمر دورة الحياة اللي أرادها الله عز وجل، وهي آية من آيات الله المعجزات. ذكر الله تبارك وتعالى الليل والنهار في كتابه العزيز في آيات كثيرة لما فيها من الآيات والعبر الدالة على قدرته وحكمته. قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وبين قيمة هاي النعمتين وفضلهما على الناس والخلق أجمعين. وجعل الله سبحانه الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركة، وتأوى الحيوانات إلى بيوتها، والطيور إلى أوكارها، وتستجم فيها النفوس، وتستريح من كد السعي والتعب، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وتطلعت إلى معايشها، جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار فهزم تلك الظلمة وكشفها عن خلقه، فإذا هم مبصرون. فانتشر الحيوان والإنسان، وتصرف كل في معاشه ومصالحه، وخرجت الطيور من أوكارها لتأخذ أرزاقها التي قدرها الله لها. يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقد خلق الله الشمس وأمدها بالضياء، وخلق القمر وجعل فيه النور، كما قال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر، فلا يجتمعان أبداً ولا يرتفعان أبداً. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوراً. إن السكون بالليل ضرورة لكل حي، ولا بد من زمن يسوده الظلام وتسكن فيه الخلايا الحية، ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون، بل لا بد من ليل ولا بد من ظلام. فالخلية الحية تحت الضوء المستمر تتعب ثم تتلف، لأنها لم تتمتع بالسكون والظلام، وما من حي يطيق أن يظل من غير نوم. فالنوم ضرورة لكل إنسان، وسر من أسرار القادر الحكيم، ونعمة من نعم الله على عباده. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فسبحان من خلق الليل والنهار. دمتم في رعاية الله.